نعم. فمصيره مجهول، وربما يخسر عمله أو يجمد أو يتعرض إلى كل أشكال العنة اللي إحنا تعاطينا معها في الفترات الماضية. هناك في مسؤولية كبيرة على نقابة الصحفيين في التصدي إلى هذه الممارسات. تخيل أن هذه النقابة عندما تدعو إلى فعالية، عندما يتعرض أي صحفي لاعتداء أو تتعرض أي وسيلة لأزمة كبيرة، بعض الصحف لا تنشر الإعلان الذي ترسله نقابة الصحفيين. إلى هذه الدرجة يتعامل بعض رؤساء التحرير مع نقابتهم، مع الجهة التي يفترض أن تنظم هذه المهنة. تخيل أن هذا المسؤول هو رئيس التحرير الذي يأخذ شرعيته من اعتراف النقابة بأنه رئيس تحرير، لا يلتزم بقرارات مؤسسة. كيف يكون هناك عمل نقابي حقيقي متماسك يحمي المهنة ويحمي الصحفيين في الوقت الذي لا يحترم أحد قرارات النقابة وتوصياتها وبياناتها وإعلاناتها وما إلى ذلك؟ هل أستشف أنه في ضعف لشخصية النقابة؟ لا، هو ما في ضعف. لا، ما هو اللي عم يتفضل فيه انه خلينا نكون واقعيين. لا يعني اللي تفضل فيه الاستاذ باسل، وانا معه، انا بعرف تفاصيل كثير عن هذا الكلام. انا ما بدي اقول انه اذا في ضعف في النقابه بيكون مش ضعف في النقابه، عفوا بيكون في ضعف في الجسم الصحفي اصلا، في الجسم الصحفي وفي عدم الجسم الصحفي مفروض يكون مواكب للنقابه، عدم دعم الدولي. نعم. لهيئة النقابة وتفعيل دورها. المفروض ليست بحاجة إلى دعم. هذا المفروض. هذا المفروض. النقابة ليست بحاجة يعني إلى دعم أحد. لا يعني مفروض الدولة على الأقل تأخذ في الاعتبار نقابة الصحفيين. صحيح. فيما يتعلق بالشأن الصحفي، على سبيل المثال قانون المطبوعات والنشر تم إقراره دون استشارة نقابة الصحفيين. ما كان لكم دور أبدا. تخيل. طب كيف يعني؟ الدولة، احنا اصحاب المصلحة واصحاب يعني العلاقة، بتعرف الطريقة اللي سلك فيها وبطريقة سريعة سبعية. خلال اسبوع انه كانوا اقروا مرة بكل مراحله الدستورية ودورة استثنائية لهذا القانون فقط. الحكومة بتتحمل مسؤولية في اتجاه هذا. انا بحكي بس اعود لك للقسم اذا بتحب احكي. تفضل. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن. نعم. والملك، وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد. وأن أحافظ على شرف المهنة. فعلنا في ميثاق شرف. نعم. وأحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها. نعم. مفروض أي زي الطبيب، زي أي مهنة أخرى، إذا أنا يعني بحلف يمين هذا القسم يعني إني ألتزم. يعني هذا بده تعديل. بده تعديل كبير. تعديل. كل شيء فيه يعني. أنت إيش يعني أنت بتخسرني أحترم قانون مطبوعات أنا رافضه مثلا. مش المقصود قانون المطبوعات. لا مش بس هيك، القانون القسم عفوا يخلو من خدمة المواطن والوطن. أن أحترم مهنتي بأمانة. طيب. وتجرد. طيب. المهنة مجرد إنك تحترمها تعرف شو صلاحياتك، شو وين حدك. وين حدك؟ وقف القسم على كلمة الوطن والمواطن. في وطن بس فيش مواطن. ما احنا مواطن. اصلا كلنا خدمة المواطن. انت لمين تشتغل؟ مش لها المواطن. بالعكس، تعال خذ اذا بدك، احنا خلينا نرجع للصحافة الالكترونية. نعم. الصحافة الالكترونية في الاردن واكبت كل تطورات الشارع اللي صارت في احداث الربيع العربي، ومنها الصحافة اليومية ايضا. هذا مثال واضح على انه الصحافه، وفي اشياء اخرى انها الصحافه دائما مع المواطن. وبجوز انا احكي مثال، لولا الصحافه مثلا او المواقع الالكترونيه لما استطاعت كثير من المؤسسات انها تحقق اهدافها. على سبيل المثال نقابه المعلمين طلعوا اعتصامات، لكن واكبتها كلها مواقع الكترونيه، واكبتها الصحافه حتى انها تاثر على المسؤول في يعني في هذه المواقع. هو مش موضوعنا الان. نعم. موضوع الاعتصامات. نعم. لانه انا ضد هذا الكلام اللي كل واحد بده يسوي. لا احنا مش معناه اني انا مع الاعتصامات، يعني في اعتصامات بتكون ليس هكذا تولد الابل. اذا كانت الاعتصامات فيها مطالب حقيقيه ايضا هذا بده تنظيم. طبعا هذا ايضا بده تنظيم. احنا الفكره الرئيسيه اذا بدي اجاوب على سؤالك هو موقف زميلي محرج لانه عضو مجلس النقابه. النقابه مش محرج. مش محرج. طيب انا بدي احبك المسؤوليه. انت عضو نقابه كمان. يعني النقابه انت جزء من النقابه. طيب. لك
لا أنا لا أدافع عن الخطأ. النقابة في أضعف حالاتها وهي عاجزة تماما عن الفعل والتأثير، وهي ضعيفة إلى أقصى درجات الضعف والأوان. النقابة تستطيع أن تملي ما تشاء على أعضائها، والعضو الذي لا يلتزم بقرارات المجلس المفوض الذي فوضناه لأن يحمينا ويحمي المهنة ويحمي الصحفيين ويحمي مصالحهم، هذا مجلس ضعيف وامتحن كثيرا في الآونة الأخيرة. وحتى لا يكون الكلام في الفراغ، عندنا مثال على صحيفة يومية أغلقت وجرى الاستغناء عن خدمات الغالبية العظمى من الزملاء أعضاء الهيئة العامة العاملين فيها في هذه الصحيفة، ولم تستطع النقابة أن تحمي هؤلاء كما لم يقوم أي صحفي آخر أو رئيس تحرير في وسيلة إعلام أخرى بنشر أي خبر عن زملائه الذين أمضوا أكثر من 40 يوم أو أكثر في الشارع وسحابة رمضان كله، تناولوا إفطارهم في الشارع ونفذوا جملة من المسيرات والاعتصامات والفعاليات التي طالبوا فيها بحقوقهم، لم ينشر ولا خبر واحد في وسيلة إعلام، وكأن هناك في كود بين رؤساء التحرير بأن يحمي كل منهم الآخر ويمنع أن ينشر أي قضية تتعلق في الصحفيين وفي حقوقهم وفي مصيرهم وفي قوتهم وقوت أبنائهم في أي وسيلة إعلام أخرى. فغاب الخبر عن وسائل الإعلام الأخرى جميعا، واقتصرت التغطية على بعض المواقع الإلكترونية المستقلة المحاربة التي جرى حجبها. تخيل المشهد الآن، اقترحنا على مجلس النقابة واقترحت أنا أكثر مرة على نقيب الصحفيين، قلت له اطلب من رؤساء التحرير بنشر، طبعا النقابة دعت إلى اعتصامات ودعت إلى موقف حقيقي في هذه القضية، نحن لا ننكر هذه المسألة ووقفت ومع الزملاء في كثير من المحطات، إلا أنها لم تستطع أن تجبر الزملاء الآخرين في وسائل الإعلام الأخرى بأن يقفوا مع زملائهم، وهذا تقصير كبير، وهذا ضعف مرفوض ويجب أن ينتهي. أنت تعرف أستاذ موسى أنه مثلا إذا حدث إشكال عند أحد الأطباء، وهذه نقابات وازنة ومحترمة وتحمي العاملين فيها، إذا تعرض الاعتداء الأطباء جميعا يضربون ويتوقفون، الممرضين، المعلمين، المهندسين، لماذا نقابتنا بهذا الضعف وتستمر حالتها بهذا الضعف الشديد؟ تمام، هذا يقودني إلى سؤال أستاذ حازم، تفضل. مدى العلاقة بينكم بين مركز حماية الصحفيين، وهل المركز نفسه يعني شو فعاليته؟ أول شيء يعني بالنسبة لقضية العرب اليوم كنا مواكبين لها، وبالعكس يعني بجوز نقابة الصحفيين هي الوحيدة اللي وقفت مع الزملاء من بداية المشكلة، لما فصلوا أحد زملائنا دعينا لأقمنا خيمة أمام العرب اليوم، وللأسف الشديد أنه بقيت الخيمة لفترة طويلة وكنا نتواجد فيها بشكل يومي، يعني أي زميل من الزملاء أعضاء المجلس كان يتواجد، لكن للأسف الشديد أنه بعض أعضاء الجسم الصحفي في الصحيفة المذكورة ما كانوا، يعني كنت تيجي تلاقي لك 4-5 أو 10، ما كان في تضامن قوي من الجسم الصحفي من العاملين مطلوب من الجسم الصحفي ان يتضامن. خلينا نقول هاي ناحيه النظام الداخلي للنقابه، النظام الداخلي وقفنا معاهم وبالعكس حصلنا حقوقهم واخذوا حقوقهم كامله، لكن الجريده متعثره والمالك لم يستطع، بقول لك انا ما معيش فلوس، أنا ما معي فلوس أعطي الموجودين. هنا نأتي إلى الموضوع اللي حكينا فيه اللي هو رؤوس الأموال وهيمنتها على الفكر الصحفي، أنا بدي أسميه الفكر الصحفي، المسيرة. نرجع بس لمركز حماية الصحفيين، هو مركز مستقل طبعا، مركز مستقل. مين بمولوه؟ مين مسؤول عنه؟ مش احنا مسؤولين عنه، ما لهوش علاقة في النقابة، هو مركز مستقل، زميل إن أحد الأشخاص نضال منصور. نضال منصور نعم،
وهو مركز يتعامل بالدراسات والأبحاث في الدورات التدريبية. يعني ما هو الاسم مخالف للمحو المحتوى. لا 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 هو لا لا هو مركز اللي بيحكي فيه انه الدراسات وكذا. لا هو مركز يعنى بحماية وحرية الصحفيين بكل ما تحمل هذه. نعم ودورات وهذا ابدا هو يدافع يترافع عن الصحفيين. اي صحفي ترفع تحرك ضده اي قضية، اي صحفي يعتقل ويسجن. وهنا يجب ان نؤكد وهذا يقودني الى الإشارة الى ان هناك زميلان وأحدهما عضو هيئة عامة الأستاذ أمجد معلة ونضال فرعنة الآن أمضوا أكثر من 40 يوم في السجن وموقفين خلافا لكل القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي وبقرار محكمة عسكرية أكثر من 40 يوم محكمة أمن الدولة. محكمة أمن الدولة نعم وجرى توقيفهم ورغم الجهد الذي بذل ما صدر بحقهم ولم يصدر وهذه أحد مظاهر ضعف النقابة أيضا والضعف اللي قاعد بيأذي جسم الصحفي. خليني أرد على الأستاذ باسل. خليني بالنسبة لزملائنا النقابة والمركز نعم في هذه القضية الطرفان ضعفان. خليني أقول لك بالنسبة لزملائنا أحد الزملاء منهم المعتقل هو عضو مجلس عضو نقابة عضو نقابة الصحفيين نعم هو عضو نقابة الصحفيين. أنا ما بدي أدافع عن مجلس النقابة لكن أنا بجوز هذا الجلسة الماضي وبجوز جهود نقيب الصحفيين بالذات سواء في الاتصال مع الأجهزة القضائية والأمنية ومن جميع الاتجاهات كانت على أساس أنه نحاول نجد أي وسيلة للإفراج عنهم لكن للأسف ما استطعنا. وآخر جلسة طب ليه ما هو آخر خلينا نقول آخر جلسة لمجلس نقابة الصحفيين وجهنا رسالة لجلالة الملك بضرورة الإفراج عنهم. الآن إن إحنا الآن لما آخر ملاذ أنك تتوجه للملك أنه للإفراج عن الزملاء حتى نعرف يعني على الأقل لماذا موقفين. طب ما توجهتهم هذا لا لا هم ما موقفين يعني ما أصبح لي شوي يعني أنك تتوجه نعم. رأس الهرم بتقول لا هذا بعد بدون ما تعرف شو نعم هذا بعد المحاولات بعد محاولات النقيب للمحاولة للإفراج عنهم بصراحة ما كان أي تجاوب من جميع المؤسسات والأجهزة وهذا حكالنا يا النقيب. فكان قرار المجلس أنه نبعث رسالة لجلالة الملك وهذا نعم. ما تم نعم يا سيدي نعم. إحنا أنا يعني هذه أحد أنا لست بمعرض الهجوم على زملائي أنا أحترمهم جميعا وعلى رأسهم النقيب الأستاذ طارق يعني أحترم ولكن المطلوب ليس اتصالات ورسائل. الرسائل نحن اقترحنا قصة الرسالة هذه في نهاية بعد أن انكشف عجزنا وضعفنا نعم. المطلوب هو دور فاعل، المطلوب هو موقف حدي من المسألة لأنه هذا تتكرر هذه مسألة تتكرر. إحنا لا يمضي وقت دون أن يعتقل زميل أو يتعرض للاعتداء والضرب والإساءة. امبارح واحد في المفرق في العيد زميلين تعرضوا للاعتداء وأحدهما جرى توقيفه لساعات وقبل ذلك جرى اعتقال مجموعة أخرى من الزملاء. هذه مسألة تتكرر. الدولة لا تحترم الإعلام، دولتنا حكومتنا وأجهزتنا الأمنية لا تحترم وسائل الإعلام وتتعامل معهم كمارقين يعني كمراق طريق يعني بتعامل معك يعني هو عندما تكون في الحدث في تغطية ما إذا الرجل الأمن هناك مش عاجبه مثلا شكلك تتعرض إلى الضرب والاعتداء دون أن وهو يعرف أنه لا كلفة على نتيجة اعتدائه على المؤسسة وهذا يعكس حالة الضعف والهوان في 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 نقابة الصحفيين فقط ولا وجسم الصحفي كله طبعا وجسم الصحفي برمته ولكن الأصل نحن فوضنا المجلس لحماية والتحرك. يستطيع المجلس أن يدعو إلى إضراب عن العمل مثلا أن يضرب الصحفيين عن العمل لمدة ساعة ساعتين يوم يومين إلى آخره حتى يضع الدولة أمام استحقاق الاعتداء على هذا الجسم وهذا الوسط. لا يجوز أن يستمر هذا الأمر. نحن
نحن معرضون للخطر يوميا، مهددون جميعنا وبدون استثناء مهددون بالتوقيف والاعتقال والسجن بقرار عسكري أو الضرب في الشارع، أو هذه مسائل نتعايش معها يوميا، وهناك زملاء يتعرضون إلى هذه الاعتداءات بشكل سافر ودون أن يكون هناك أي كلفة. كل لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في اعتداء على صحفي أو ضربه أو إلى آخره، وهي قضايا كثيرة، لم يصدر ولا نتيجة لهذه اللجان، وكأن المسألة تمر بشكل عابر. وهذا يقودنا مرة أخرى إلى مسألة أن النقابة لا تقوم بدورها كما يجب، لا تحمي أعضائها، لا تحمي العاملين في هذه المهنة. لذلك نرى الكثير من الصحفيين